ببداية الفقرة رح نروح للواء ركن سمير الحاج من مؤسسة حركة الإنقاذ الوطني. اليوم في دعوة للاعتصام الساعة 4 بساحة الشهداء خاصة للعسكريين المتقاعدين. جنرال صباح الخير. بونجور. صباح الخير لك عبدو وللمشاهدين بالأو تي في. يعطيك العافية. شو الهدف من هذا التحرك اليوم؟ نحن العسكريين المتقاعدين جمعنا لأنه البلد صار بخطر، البلد صار بأزمة كبيرة، أزمة معيشة، أزمة حياة. هذا الموضوع نحن بحز قلبنا لأنه نحن أساساً حمينا لبنان على مدى طويل، دفعنا عنه، قلنا بالظروف الصعبة لازم نجتمع، ونحن بطبيعتنا وطنيين لأقصى حد، وقلنا لازم نجتمع ونحط إيدنا مع المواطنين ونعمل سوا لإنقاذ البلد، لأنه الفشل وراء فشل وراء فشل راح يؤدي لكارثة. نعم. هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا. بالنسبة للتحركات اللي عم تقوموا فيها يعني عسكريين متقاعدين حول بعض الأمور المادية اللي يعني حذفت من رواتبكم أو من تعويضاتكم. نحن أول بداية الأمر كان الحراك العسكري عم يطالب بالحقوق. وقت الحقوق صفت هي ما لها قيمة، بعد وقت المعاش كله راح. الوطن نحن فزعانين على الوطن، ما عاد في معاش، بلال معاش، نحن فزعانين على الوطن. من هيك نحن حطينا ايدنا بايد بعض وراح نمد ايدنا لكل المواطنين الشرفاء لحتى يوقفوا معنا تنوجد حل سلمي. نحن سلميين وحضريين بكل معنى الكلمة، وعندنا القدرة وعندنا المعرفة وعندنا الوطنية الكافية ليكون أداة للحل. هل رح تشكل هذه الحركة نوع من المعارضة، جبهة معارضة في يعني انضمام لأشخاص جديد غير يعني التحركات السابقة اللي كانت عم تحضروا لها، شيء جديد ما بعد هذا الاعتصام اليوم؟ نحن مش خلق جبهة معارضة، نحن جبهة إصلاحية، يعني نحن منحب الإصلاح مش نعارض على لا شيء، نحن بدنا ننقذ وطن، نحن بدنا ننقذ وطن ونمد إيدنا لكل المدنيين يلي هن بدهم ينقذوا معنا الوطن. نحن بصدد صحيح نحن عندنا اليوم ولقاء الساعة 4 داعيين عليه المدنيين من كل أطياف لبنان، والعسكريين المتقاعدين رح يكونوا نواة اللقاء لنبرهن بالمدى الحضارة والرقي والسلمية اللي عنا والتنظيم الجيد، لأنه البلد ما عاد يتحمل أعمال تخريب وقطع طرقات واحتجاجات مخربة. هل تم الاجتماع مع أحد المسؤولين لعرض مطالبكم؟ لا، نحن مش قضية مطالب، صارت مطالبنا وطنية، ما في مسؤولين بيحلوا لنا مطالبنا. نعم. مطالب منا هي حياتية مثل مي وكهرباء، مطالب صارت سياسية بحتة وهي مطالب وطن، صرنا عم ندور على وطن. نعم. بس عم تحكي عن الإصلاحات، شو أبرز هذه الإصلاحات اللي حاطينا بسلم مطالبتكم؟ أول شغلة بالمبادئ تبعنا دولة القانون والمؤسسات، نرجع دولة القانون والمؤسسات يلي هي أساس النظام، يلي أساسها وتطبيق القوانين هي أساس كل دولة بتقوم لتحمي شعبها وتعمي حقوق شعبها. ثاني شغلة هي نطلع من الحكومة الحالية لحكومة اختصاصيين مستقلين ذات صلاحيات استثنائية تقدر تحاكم الفاسد، وإلا الفاسد ما بنقدر نحاكمه، ولا فينا نعمل شريعة استثنائية أو 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 غير شيء بدون ما نعطيها صلاحيات زيادة للحكومة، لأنه لاحظنا هي الحكومة الحالية هلا ما قدرت تعمل شيء لا مجلس النواب ولا عندها. نعم. بس هذا الشيء من أكثر من 30 سنة، يعني منه بس بهذه الحكومة. صحيح، لا بتحكي أكثر من 30 سنة وعشناه كله سوا نحن. نعم. بس اليوم نحن ما عاد فينا نجرب. ما عاد فينا نقول خلينا نجرب، جربنا هلا نحن، البلد انهار اكثر، وهذا الانهيار ما عاد فينا نشيله بعدين، اذا نحن ما قلنا واعترفنا انه الفشل موجود ما فينا نحن نصلح. طيب انا عندي سؤال، يعني العناوين اللي عم تطرحوها يكررها يوميا فخامه رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون. صحيح. ما بتحس انه بظل هيدي الازمه اللي عم نعيشها، ومثل ما عم بتقول يمكن الحكومه مقصره بكثير من القصص، ما بتحس انه مثلا تكتل عدد من العسكريين من المدنيين شكله هيك مجموعه تدعم مواقف الرئيس عون، وهيك بتخليه أقوى
بالمطالبة بهذه الأمور، لا سيما القصص الإصلاحية والتدقيق الجنائي كان آخرها. نحن منا انعزاليين بدعوتنا، ليتفضل الجمهور كله سوا ينزل معنا ويعبر عن الغضب والحال اللي هو فيها، وندعي جمهور نحن كل العالم اللي تنتمي ذات انتماءات مختلفة تنزل معنا. نحن مختصرة علينا، بالعكس نحن ما فينا نعمل شيء لحالنا إلا بتعاضد الكل. بس ليش هذه التحركات اليوم ما كانت قبل، يعني بالسنوات السابقة؟ نحن كنا بعيد عن الموضوع، وكنا قلنا في حلول، تركنا مجال للحلول، واللي منقينا الوضع صار الدولار ب10,000، ما عادش في حلول. قلنا لازم نحن وطنيتنا ودفعنا 40 سنة عن الوطن وضحينا، إن لازم نحن ندخل على الخط حاليا ونعمل شيء لإنقاذ الوطن. شو رح تضمن اليوم الوقفة ساعة 4 ولأي ساعة مستمرة؟ رح تضمن كلمات وعهد منا انه للمتابعه، وكمان مثل حركات متصاعده لحتى نقدر نحل الموضوع ويسمعنا يلي هو لازم يسمع ويقول انا ما عادش في حل، تفضلوا لاقوا غيري يحل. انتوا بدكم تلاقوا حدا غير؟ يعني في شيء الموضوع عم نقوي عليه، لانه الفشل صار كبير وعبيطال كل لبناني موجود بالارض اللبنانيه. المغتربين صاروا عم يتصلوا يوميا ليشوفوا اهلهم بعدهم عايشين ولا لا، وهذا معيب نحن اللي وصلنا له اليوم. بس بدوله القانون والمؤسسات، مجلس النواب هو اللي بيعمل، اكيد بيكون في الاستشارات، رئيس الجمهوريه بيكلف رئيس حكومه، يعني هيدي طبيعه الامور. يعني هون يمكن عم تقول انه ضروره نلاقي حدا غير، هون لازم يكون يمكن الدعم، إن كان بمجموعة بمجلس النواب، إن كان مثل ما قلت لك عند رئيس الجمهورية، وهيك بتصير الأمور الطبيعية بدولة القانون والمؤسسات. طيب. عم أحكي غلط؟ نحن منا انقلابيين، نحن بالدستور نقدر نغير، من هيك عم نطالب بحكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية لتقدر تاخذ المبادرة وما تكون مقيدة بأي حدا من الأحزاب السلطة السياسية الموجودة، لحتى تكون مقيدة مثل ما هلأ مقيدة، لتقدر تاخذ قرار وتنقذ البلد. نحن مع أي موضوع دستوري. شكرا لك اللواء الركن المتقاعد سمير الحاج من مؤسسة حركة الإنقاذ الوطني، يعطيك العافية. منتابع نحن ويكم بهالفقرة ومنروح لعناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم الجمعة 17 تموز 2020. بداية مع صحيفة الأخبار. الأخبار عنونت اليوم: الحكومة تدفن خطتها الإصلاحية، الأمر لحزب المصارف، ميدل إيست تهرب الدولارات، بتحقيق خاص للصحيفة بالصفحتين 7 و8. في الجمهورية: نيات ولا مساعدات بلا إصلاحات، كيف غيرت الأزمة نمط حياة اللبناني؟ بفتش على الأرخص أكيد طبعا. الشرق عنونت: مخالفة الطائف أصبحت بدعة وكل بدعة ضلالة، الحريري، موقع الرئاسة الثالثة تبهدل، وانتظروني في 7 آب. في الديار: حركة دون بركة والشروط السياسية تتظاهر، النائب النفس مقابل المساعدات، برودة رئاسية حيال الحياد، الراعي يتهم حزب الله وتجاهل للعروض الإيرانية، أسبوعان حاسمان لمواجهة موجة كورونا الثانية، طيف واشنطن يلاحق لوداريان إلى العراق. ونتابع مع عناوين صحيفة البناء: شنكر يتحدث عن استثناء لبنان من قيصر وأبو الغيط، السلم الأهلي مهدد في لبنان، خلط أوراق سياسي في الوقت الضائع بانتظار إشارات الصندوق وعواصم الخليج، الحريري يتبرأ من التحريض، وفرنجي عندما يريد العودة للحكم سيتفق مع باسيل. في اللواء: الشارع يغلي ووعود غجر الفارغة تصيب المازوت، اعتراض أمريكي على خطة إعادة النازحين ووعد بدراسة بعض الإعفاءات من قانون قيصر. نتابع مع الصحف ونوصل لكاريكاتير الجمهورية مع أنطوان غانم: شنكر على الحكومة اللبنانية تحقيق إصلاحات، الحكومة عم بتقول ولو شو صاير له، شنكر ما شاف امبارح أنه وقفنا الأرجيلة. نرجع لعناوين صحيفة النهار بال 1970 مثل اليوم كانت على الشكل التالي: بعثة من القوات الأمريكية الجوية الضاربة في إسرائيل، تم الاتفاق على قيام الوسط الجديد وأرجأت الكتائب إعلان قرارها إلى الاثنين. جنبلاط: النهجيون أكلوا الأخضر واليابس بحماية الأجهزة ولا يمكن إصلاحهم إلا بقطع الرؤوس.
وتساؤلات قلقة تنغث على ضيوف غصن غداءهم في الكارلتون بسبب صمت شهاب وعناد الجميل وغموض الموقف الروسي. كرامي يختلي بعظيموف ويحمل أو يحمل إلى الإخوان أخبارا مطمئنة وجملات يجدد هجومه على النهج. أريني هذا دخلك نعم. ونتابع. وضعت سوريا مشروع اتفاق تجاري مع لبنان الخدام. ما توخينا في المشروع استيعاب كل التطورات في البلدين، وأوقفنا استيراد الكماليات لتحقيق شعار الاقتصاد في خدمة المعركة. وبالكاريكاتير او طويل هون عم نشوف الرئيس شارل الحلو الله يرحمه عم بي الأمن الوطن العائلة نعم وعم بيغني لبيير جميل يلي كان بدهم يرشحوه حزب الكتائب بالعام 1970 لرئاسة الجمهورية. هيدي كانت عناوين صحف الصدر صباح هذا اليوم.